سنة كذلك في المكتب الوطني للماء صحيح الشرب وثلاث سنوات مع الدولة، ولكن بعد ذلك فضلت أن أجد مكانا لي في القطاع الخاص، واشتغلت تقريبا 36 سنة في القطاع الخاص في المغرب وخارج المغرب. وفي الأخير حاليا كان في التقاعد، ولكن كنشتغل مهندس مشاريع بصفة حرة. من الناحية الإبداعية هناك كثير هناك اللي عاشوها معايا. حنايا جيل اللي اكتشفنا ثقافة في دار الشباب كأي واحد فينا، دونك كان ديك الحماس ديال بداية السبعينات، كنا صغار 13 14 عام كنمشيو لدار الشباب وكنحضرو وكنشوفو الناس خرين قبلنا، أو كنمشيو لما كنا كنسميوه حنا الشبيبة، هو اللي كنا ساعة كنعرفو. دونك هكذا كانت بداياتي الأولى، باش ما نطولوش هذا، ولكن غنحاول نلخص. بدأت في المسرح، دونك حياتي لا كنت لا أتصورها بدون المسرح. دونك كنت في الأول كنا غير كنسخروا في نفس الشيء باش نمشوش، ومع ذلك كنا بشوية بشوية كنظن أن شخصيا حتى قلت لبعض الإخوان الجيل ديالي الإضافة ديالو هو أنه حاولنا نطوروا المسرح من المسرح ديال النكتة وديال هشومة والعياشي إلى غير ذلك، ديال النكتة ديال السي حسن الإمراني رحمه الله، واحد النوع ديال المسرح آخر، واحد المسرح اللي هو مسرح ثقافي، واحد المسرح اللي هو هادف. والحمد لله ديك الفترة ديك ديال السبعينات، لخر السبعينات إلى 75 76 كانت مجموعة ديال الناس اللي هما دلاو بالدلو ديالهم كعبد اللطيف المزوري وعمول الزياتي والمجموعة ديال كاملة، إلا ما ننساش شي واحد، كل سي عبد السلام والقريب إلى هذيك المجموعة كلها. وهذا من ناحية ديال المسرح، ولكن في الجانب الآخر اشتغلت شخصيا على الكتابة، والكتابة ديالي الأولى كانت كلها في القصة القصيرة، القصة القصيرة المغرب اللي بالنسبة لي كيتذكر في الفترة هذه كان يعيش واحد النوع ديال المخاض سياسي وثقافي بدءاً من بعد 73. الجمعية الثقافية كانت جمعية ثقافية نشطة، الإصدارات كانت قليلة ولكن كانت متميزة، الملاحق الثقافية ديال المحرر ولا ديال العالم الثقافي في ذلك الزمان كان عندها صدى ديالها، المجلات الشهيرة كأقلام ولا الثقافة العربية ولا الثقافة الجديدة إلى غير. حنا اشتغلت في الكتاب، بديت كنكتب القصة القصيرة، حاولت كنت باقي صغير، أنا كان في عمر ديالي تقريبا 17 عام ولا 16 عام 18 عام، رغم أنني كنت كتلميذ في علمي، ولكن الكتابة كانت تغلب عليا من ذلك الوقت، وبدأت أنشر بعض القصص القصيرة في حلقة الدراسي الشرقي في الوطن العربي حتى أواخر السبعينات. في الكتاب أنا بحال قلت كنا عايشين الثقافة ماشي في الكتب ولا إنما في الواقع. وهنا نتذكر الإخوان اللي يمكن كيتذكر شي شوية، واحد مدينة أصيلة كانت جمعية قدماء إمام أصيلي اللي باقي كيتذكر، وكانت جمعية اللي هي نشيطة، دونك كان الصيف كله كيدوز واحد النوع ديال النشاط حامي، وكانت واحد النوع ديال المنافسة بين العرايش والقصار وأصيلة ثقافيا. العرايش ديال الكتاب تنشئوا جمعيات اللي هما كانوا جمعيات نشيطة جدا بحال الإشاعة الثقافي، بحال جمعية التاريخ، بحال عبد الصمد كنفاوي للثقافة والفن إلى غادي من جمعيات، وكانت أنشطة تقريبا يوميا في نادي القنص والصايد، عندنا نادي الموظف اللي كان في السوسون، كنا كنتنقلوا هذا هو في الوقت. حتى مثقفين كبار جاوا للمنطقة ديالنا هنايا، كان عبد الشاعر الكبير محمود درويش شارك في أصيلة، محمد علي شمس الدين الشاعر اللبناني اللي جانو إلى هذا. دونك كنا كنعيشوا واحد الجو ثقافي رائع جدا اللي كيجعل نقولوا حنايا الصالونات